بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب عند قوله واصطلاحا له معان، تكلمنا قبل ذلك على الدليل من حيث معانيه، لا تكلمنا على الأصل، تكلمنا في المحاضرة الماضية على الأصل وقلنا الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، والأصل أيضا يستعمل في الاصطلاح بمعان أخر عدد منها أربعة معان. واصطلاحا، الاصطلاح هو اتفاق طائفة من الناس على وضع لفظ في مقابلة معنى، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ فيما بينهم فهموا منه هذا المعنى. فالاصطلاح اتفاق جماعة على معنى فيما بينهم، إذا أطلق هذا اللفظ فهم هذا المعنى. وهذه من الأوضاع العرفية التي توافقت عليها الجماعات العلمية. واصطلاحا، اصطلاحا معطوف على لغة، هو لغة كذا وكذا، واصطلاحا كذا وكذا، وله معان منها الدليل، فيطلق الأصل ويراد به الدليل. تقول الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فالأصل هنا أتى واستعمل بمعنى الدليل، فالأصل بمعنى الدليل، وهذا يستعمل كثيرا جدا في كتب الفقه. الأصل في زكاة الفطر كذا وكذا، الأصل في الصيام كذا، يعني إيش هو الأصل؟ الأصل يعني الدليل. واستعملوا الدليل هنا، استعملوا الأصل بمعنى الدليل إشارة إلى أن هذه الأدلة التي تساق كأنها منبع ومنشأ للأحكام التي ترتبت عليه، كما أن الفرع ينبثق من الأصل، فهذه الأحكام تنبثق من الأدلة. والراجح، ويأتي الدليل بمعنى الراجح، ومنه قولهم الأصل في الكلام الحقيقة. إيش يعني الأصل في الكلام الحقيقة؟ يعني الراجح في الكلام أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. فإذا قلت ما أنا مثلا رأيت أسدا وتوقفت عند هذا، فهمت أنت أن الأسد المرئي هو الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل وهذا هو الراجح عند السامع، أن يحمل الكلام على الحقيقة عند الخلو عن المجاز، ولا يحمله عند الخلو عن القرينة ولا يحمله على المجاز. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح عند السامع أن يحمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز. طب إيش هي بقى الحقيقة؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وضعا أوليا. وإيش هو المجاز؟ هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة. معنا ولا مش معنا؟ طيب، بارك الله فيكم. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث القاعدة المستمرة، كقول النحاة الأصل في الفاعل الرافع، أي القاعدة المستمرة المنطبقة على كل فرد من أفراد جزئياتها
أن الفاعل يرفع مع اختلاف أحواله في الرفع، إما أن يرفع بالضم، وإما أن يرفع بالواو، وإما أن يرفع بثبوت، وهكذا. تقول مثلا محمد أو قام محمد، فقام ده فعل ومحمد ده إيه؟ فاعل. مين اللي عرف لنا الفاعل؟ واحد يقول لك الفاعل يا مولانا هو الفاعل. ايه يعني الفاعل؟ ما هو الفاعل هو اللي قام. بقول لك التعريف الفاعل، تقول لي طب الفاعل هو المرفوع، ده تعريف بالاعم، لان الرفع صفه للفاعل وصفه للمبتدا وصفه للخبر وهكذا. عايزين تعريف يكون تعريف يعني مساوي، مش تعريف بالاعم. اجاز المتقدمون من العلماء التعريف بالاعم، أجاز المتقدمون من العلماء التعريف بالأعم، وأما المتأخرون فقالوا لا. إيش هو بقى الفاعل يا مشايخ؟ الفاعل هو اللي هيشرب البيبسي. نعم. إيه؟ ده اسم الفاعل صح كده، بس ده اسم الفاعل. تعريفك ده اسم الفاعل، هو بيقول الفاعل هو الذي يصدر منه الفعل، ده اسم الفاعل. احنا عايزين نعرف الفاعل، تقول اسم. ها مذكور قبل الفعل، مذكور قبل الفعل او ما كان في تأويله. تاني كده، الاسم المرفوع مذكور قبل الفعل، بس كده المذكور قبله فعل. وهو ان كان الله. طيب برضك مش جامع، هتعمل ايه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ده في ايه؟ أو ما كان في تأويل الاسم. طيب مختلف ألوانه، هتعمل في ايه؟ ألوانه دي مش فاعل، مع انه لم يتقدم عليه فعل. خلاص يا مولانا، بس ما تستناش مني حاجة. يبقى تقول اسم صريح أو مؤول بالصريح، تقدم عليه فعل أو ما يقوم مقامه، إما على أساس أنه قائم به أو واقع عليه، بس كده. ده تعريف قطر الندى، قطر الندى وبل الصدى. هتلاقي التعريف كده بشروطه في مغيث الندى، شرح قطر الندى للشيخ الخطيب الشربيني رضي الله عنه وأرضاه، هو ده الفاعل. قال والقاعدة المستمرة. القاعدة هي عبارة عن أمر كلي ينطبق على ما لا ينحصر من الجزئيات، دي القاعدة المستمرة. يعني إيه؟ يعني الدائمة التي تسير على كل جزئياتها. وكأنه يريد أن يقول إن الاستمرار كأنه تأكيد لما علم من القاعدة، لأن القاعدة هي منطبقة على كل جزئياتها ومستمرة في العمل في كل الأحوال وعلى كل الأشخاص وعلى كل الأفراد. فلما أتى بمستمرة؟ أتى بمستمرة تأكيد لهذا. قال والصورة المقيس عليها، وأيضا يستعمل الأصل في الصورة، في الصورة المقيس عليها. تقول على سبيل المثال الأصل في النبيذ، الأصل الخمر أصل للنبيذ. يعني إيه؟ الخمر أصل للنبيذ، يعني الخمر هي الصورة المقيس عليها النبيذ. الخمر أصل النبيذ، يعني الخمر هي الصورة المقيس عليها النبيذ. ويأتي الأصل في هذا الموطن بمعنى محلية الخمر، لأن هو بقى المقيس عليه هو إيه؟ هو المحل، ولا هو الدليل، ولا هو الحكم. سيأتي الكلام عليه في باب القياس بثلاثة آراء. فيطلق الأصل على الصورة المقيس عليها اللي هو الخمر،
ويطلق على دليلها على دليل الخمر، ويطلق على حكمها ثلاثة آراء يعني حكم الخمر. فيا ترى الأصل في القياس هو إيه؟ ما أنت بتقول القياس له أركان، أصل وفرع. إيش الأصل؟ قيل الصورة المقيس عليه، أو قيل أيضا بأنها دليل الخمر في مسألتنا، وقيل هي أيضا الحكم. فالأصل إما أن يكون الخمر أو دليل الخمر أو حكم الخمر هو الأصل، على خلاف سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. بحطها في الثلاجة فترة كتير لأن البرودة شرط لشربها. والمستصحب، ويطلق الأصل أيضا على المستصحب. تقول الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء التحريم. ما هو فيها خلاف، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل في الأشياء التحريم؟ كلام طويل في هذا المقام. يعني إيه الأصل؟ يعني المستصحب، أنها أن الإباحة تستصحب في الأشياء، أو أن التحريم يستصحب في الأشياء. والفرع، لما تكلم على الأصل استدعى الكلام أن يتكلم على الفرع، باعتبار أن الفرع يقابل الأصل، وأن الأشياء تتمايز بذكر ما يقابلها. الأشياء تتمايز بذكر مقابلاتها. ذكرنا الأصل، الذهن يطلب الفرع لأنها بضدها تتميز الأشياء، فالأشياء تتمايز بذكر الأضداد، فمن أجل ذلك تكلم على الفرع. وللإشارة كما سيقول بعد ذلك إلى أن هذا العلم وهو أصول الفقه أصل للفقه، وأداة من أدوات إنتاجه، وآلية من آليات استنباطه. ولذلك قال والفرع الذي هو مقابل الأصل. ولذلك إذا ذكر، انتبه، إذا ذكر الشيء مع الشيء لعلاقة بينهما يكون ذلك مناسبة. يعني ذكرنا الفرع لأننا قد ذكرنا الأصل، لأن العلاقة بينهما علاقة الضدية، تكون هذه الحالة هي حالة المناسبة. فذكر الشيء مع الشيء لعلاقة بينهما تكون مناسبة، ولذلك لا يعترض أحد ويقول بأنه لا داعي لذكر الفرع هنا. لماذا؟ لأنه تكلم على أصول الفقه باعتبار كونها مركبا إضافيا، والمركب الإضافي مكون من ثلاثة مواد: مادة المضاف، ومادة المضاف إليه، ومادة الإضافة اللي هي النسبة. فأين فائدة ذكر الفرع؟ لا، الفرع لا علاقة له بما سبق. نقول له لا، الفرع هو مقابل الأصل، والأمور تتمايز بذكر مقابلاتها. رقم اثنين، ذكر الشيء مع الشيء لعلاقة بينهما يكون من باب المناسبة. هتكلم على المسألة ولها علاقة بمسألة أخرى، إذا ذكرت هذه المسألة الأخرى لا أكون بذلك يعني متطفلا، ولا أكون بذلك يعني قد تكلمت على الشيء في غير محله. ولذلك بعضهم وهو ابن الفركاح قال بأن ذكر الفرع يعتبر نوع من أنواع الاستطراد. يعني إيه مولانا؟ قال ذكر الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لغير مناسبة. ذكر الشيء في غير محله لغير مناسبة، يبقى هو بيستطرد. يعني إيه؟ يعني يذكر الشيء في غير محله.
لا نقول له هذا هو محله. ذكر الشيء في غير محله لمناسبة مش لغير مناسبة، ولكن هذا هو محله، لأن الأشياء تذكر مع مقابلاتها ومع أضدادها وهذا محلها. ولأن الذهن يطلب المزيد، إذا عرفت الأصل طلب ذهنك ما يقابل الأصل وهو الفرع. فابن الفركاح بيقول لا ده دية استطراد، فقلنا له لا، مش احنا اللي قلنا له، يعني العلماء والشراح، لأن ابن الفركاح كان من الفقهاء الكبار الشافعية، وكان أيضا من الأصوليين، وهو أول من شرح الورقات، شرح الورقات في كتاب طبعته مكتبة قرطبة مطبوع، كان زمان بيتباع ب15 جنيه، معرفش بعد الأسعار اللي من دولت 15 بقوا ب25 ولا 35 ولا الله أعلم، لا علاقة لنا بالأسعار لأن الكلام فيها سيدخل النار. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى عليه غيره، أظن بقى في النسخة الجديدة ما يبنى عليه غيره ديت وضعها ما بين قوسين، صح كده؟ طيب هذا مما استدركناه في القراءة الأولى، واستجاب الناشر ويعني استدرك هذه الأخطاء في الطباعة الثانية، فالطباعة الثانية عليها لمسات يعني القراءة الأولى. نعم القراءة، أنت عندك هنا أشياء اتصلحت في المحاضرة، صلحت في المحاضرة في القراءة الأولى وفي القراءة الثانية، وأرسلنا يعني الأخطاء إلى الناشر والناشر قد استجاب، حتى يعني طلب مني أننا متى رأينا خللا في القراءة التي نقرأها نرسل إليه، ده من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني نرسل إليه يعني هذه الأخطاء. ولذلك حضرتك وانت بتتابع تكتب لنا كده في كراس صغير الأخطاء التي وردت في الكتاب حتى نرسلها إليه وننفع طلبة العلم الشرعي. قال ما نكر بمعنى شيء، وهو يصدق على المحسوس والمعقول، يعني ما إما شيء محسوس وإما شيء معقول، لأن الفرع قد يكون فرعا عقليا وقد يكون فرعا حسيا، وسيضرب مثالا لهذا ولذلك. ما يبنى، قلنا البناء هو وضع شيء على شيء، ما يبنى على غيره، انتبه احنا قلنا هنا في قيد مهم جدا وهو ايه؟ الحيثية، مش الحيث بقى يعني الحيثية نسبة الى الحيث، الحيثية يعني ايه؟ من حيث انه قد بني عليه. اصحى بقى، شفت اصحى، من حيث انه قد بني على غيره. لماذا؟ لان الشيء اذا نظر اليه باعتبار قد يكون اصلا، واذا نظر اليه باعتبار اخر قد يكون فرعا. فانت عند الكلام عليه ستنظر اليه من اي جهه من الجهات؟ على سبيل المثال هذه الحوائط، ألم تروا أنها قد وضع عليها هذا السقف؟ فهذا السقف يعتبر فرع. لماذا؟ لأنه قد وضع على هذا الجدار، أليس كذلك؟ بلى. ربنا ينجيكم من دار البلا بلا بلا. لكننا إذا نظرنا إلى هذا الحائط باعتبار أنه قد بنيت عليه الحوائط في الشقة التي تلي هذه، عند ذلك يكون إيه؟ يكون أصل. فهذا الحائط باعتبار أنه موضوع على هذه، فهذا السقف باعتبار أنه موضوع على هذا الحائط فرع، وباعتبار أنه قد وضعت عليه الحوائط في الدور العلوي يعتبر إيه؟ يعتبر أصل. ولذلك نقول الحيثيات في التعاريف مراعاة،
ينبغي علينا أن نراعي الحيثية في التعاريف. من حيث إنه قد بني عليه غيره، تقول هذا، تقول ما يبنى عليه غيره، من حيث أنه قد بني عليه غيره، ولذلك توحد النظر وتوحد الجهة. فهنا مولانا كلام قلنا مئات المرات، والحيثية إما أن تكون للإطلاق وإما أن تكون للتقييد وإما أن تكون للتعليل، وأشياء ذكرناها ما فيش حد ما فيش أصلا مناخ علم الآن. كفروع الشجرة، أتعرفون الشجرة أم لا؟ بأنواعها المختلفة. كفروع الشجرة على أصلها، يعني كبناء فروع الشجرات على أصلها الثابت في الأرض، يقصد بأصلها إيه؟ الطرفها الثابت المستقر في الأرض. ولذلك نقول هذه الشجرة فرع، لماذا؟ لأنها قد بنيت ووضعت على طرفها الثابت في الأرض. طيب فاهمين ولا مش فاهمين؟ أنا شايف الكتاب ده مية بفضل الله. على غيره هو الصواب مش عليه، من حيث إنه قد بني على غيره. نعم، هو الذي بني على غيره. نعم، أما الأصل هو الذي بني عليه، فهذا يختلف عن هذا. كفروع الشجرة لأصلها، يعني كبناء فروع الشجرة على أصلها أي طرفها الثابت في الأرض. يبقى لأصلها يعني إيه؟ يعني على أصلها، واضح كده؟ يبقى اللام هنا أتت بمعنى على، وحروف المعاني ينوب بعضها عن بعض عند الكوفية. من الكوفية دي؟ الكوفية اللي انت لابسها دي؟ لا، كوفية يعني الكوفيين، اللي هي احد المدارس الكبرى في علم النحو. وفروع الفقه لأصوله، يعني وكبناء الفروع الفقهية على الأصول. يبقى اللام هنا كذلك بمعنى إيه؟ بمعنى على، يعني وكبناء الفروع الفقهية على الأصول. ويقول لك فروع الفقه، فروع ده مضاف والفقه ده إيه؟ مضاف إليه. طب ما نوع هذه الإضافة؟ اختلف العلماء في توصيفها. بعضهم قال الإضافة هنا إيه؟ بيانية، يعني الفروع التي هي الفقه، والفقه والفروع يعني المضاف والمضاف إليه الاثنين واحد. فروع الفقه يعني فروع هي الفقه، فهذا يعني اتجاه في توصيف هذه الإضافة. وبعضهم قال لا، هذه من إضافة الأعم إلى الأخص، لأن الفروع عام، حيث إن الفروع تصدق على الفقه وتصدق على النحو، النحو له فروع والأصول لها، وهكذا. يبقى من إضافة الأعم إلى الأخص، لأن الفروع تصدق على أنواع كثيرة من العلم، تصدق على الفقه وعلى النحو وعلى فروع البلاغة وعلى وعلى إلى آخره. أو قيل هو من إضافة المسمى للاسم، إضافة الإيه؟ المسمى اللي هي الفروع، واسمها إيه؟ الفقه. الله، إيه الحاجات الحلوة دي؟ إيه الحاجات؟ طيب بارك الله فيكم. المسمى هي الفروع، والفقه ده إيه؟ اسم لهذه الفروع. يا سلام، هو العلماء القدامى كانوا بيقرأوا ده، ما احنا واخدين منهم. انت فاكر ان احنا يعني جلسنا كده مع انفسنا وطبقنا الادوات والقواعد؟
هتلاقينا واخدينها من الامام ده والامام ده والامام ده، ليس لنا فيها الا يعني الاقتناص والاكتساب. لكنهم بمهارتهم وتمكنهم من الادوات وتمكنهم من علوم الاله استطاعوا ان يصلوا الى هذه المعاني الراقيه، طبقوا. ده اسمه تطبيق. التطبيق ده نابع من ايه؟ نابع من التمكن من علوم الاله. يعني ينبغي عليك ان تبلغ قدرا معينا من اللغه، واللغه فروعها كثيره، وعلم الكلام والمنطق، بس دي ادوات مهمه جدا، واصول الفقه اداه وماده من المواد المهمه جدا. وبعد ذلك تستطيع ان تحلل اي نص عربي بطريقه يعني دقيقه ومتينه على مستوى الحرف، ولكن لابد من التبحر في علوم العربيه. ومن لم يكن له باع في العربيه فليس يعني عنده امل ان يكون مجتهدا. كيف يكون مجتهدا وهو ما عندوش ملكة اللغه ولا ذوق اللغه؟ طب نعمل ايه؟ ندرس العلوم العربيه، وندرسها لا ككونها قواعد مجرده، نريد ان ندرسها لكونها تعطينا الملكات والذوق، الحس. عارف الحس يعني ايه؟ يعني يكون عندك ملكه، يكون عندك شم. عارف الشم ده؟ ده ملكه. صدق ان في تحت عندكم فراخ محمره مثلا، يعني عرفتها من ايه مثلا؟ الملكه دي هي التي نريد ان نحصل عليها من خلال دراستنا للعلوم. وللأسف المؤسسات العلمية الكبرى الآن لا تربي خريجيها ولا تربي أبناءها على تحصيل الملكات، ما بقاش فيه. خد يا ولد المذكرة دي احفظها عشان تخش الامتحان وتاخد البكالوريوس والليسانس، ثم بعد ذلك تذهب إلى بلادكم وتصنع نفسك الإمام الشافعي. وأنت لو طلع عليك الشافعي لقال إنك تحتاج إلى بردعة، والبردعة هي الشيء الذي يوضع على الحمار. ملكة إيه؟ مؤسسات ما بتربيش ملكات، حدش يزعل يعني. وليس المراد بها الإهانة ولا إثبات الواقع، أنتوا حاجة تانية. أنتم خلاص خرجتم من هذا وبدأتم تتعلموا في حوزات العلم، فالحمد لله نواياكم أخرجتكم من هذا الوصف، النية والفعل أخرجتكم. ولكن هذا يعني أمر يدعو إلى النظر مرة ثانية. المؤسسات العلمية لا تربي الملكات في طالب العلم. أديكم درستوا سنين، حد قال لكم الحاجات فروع الفقه بحث في هذه النسبة؟ أنت عندك حاجات تانية، فروع من الفقه، فروع للفقه. مش بنقول كده الإضافة على معنى فيه ومعنى اللام ومعنى كذا وكذا؟ طيب أين من الذي أعطاك الأدوات وعلمك كيفية استعمال الأدوات؟ ما هي دي طريق الملك. رأيتم في مؤسسة من المؤسسات يعني درست حاجة اسمها مهارات وذوقيات استعمال طالب العلم ليه العلوم الآلة؟ ما فيش. قرأت مع حد كده نص مثلا من كتاب وقال لك يلا اعرب لي ده، طلع لي ما فيه من بلاغ، حاول تشوف لي الحرف ده متعلق بإيه، وهكذا، ويبدأ يحلل معاك. ما فيش الكلام ده. طب نعمل إيه؟ نضع نصب أعيننا أننا لابد أن نحصل على الملكات اللي هي المواهب. المواهب إزاي نحصل عليها؟ بالممارسة، بالتعلم، وهكذا. قال: وفروع الفقه لأصوله ومراده. انظر هنا إلى يعني التدقيق فيما وراء الألفاظ. ولماذا وضع كما قلنا قبل ذلك؟ لماذا تكلم على الفرع بعد كلامه على الأصل؟ قال: ومراده بذلك، بذلك اللي هو ايه؟ أي بالكلام على الفرع بعد الكلام على الأصل.
التنبيه. التنبيه معناه لفت النظر، لأن هو في الأصل معناه التنبيه جاي من التيقظة، هو ينبهك أي يوقظك. ولذلك سمي المنبه منبئا، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التيقظ، يلفت انتباهك إلى أن الآن الساعة 8 اصحى من النوم. بيسموه إيه؟ منبه. منبه يعني إيه؟ يعني بيلفت نظرك. فأراد بذلك أن يلفت الأنظار على ابتناء الفقه على الأصول. عايز يقول إن الفقه ده فرع، والأصل ده ما يبنى عليه غيره، وأن الفقه هو الذي يبنى على غيره، وأن الجزء الأول وهو الأصول مبني عليه، يعني استثمر واستخرج الفقه منه، والجزء الثاني وهو المضاف إليه مبني أي فرع. فليس ذكر الفرع استطرادا، بل هو في محله. لماذا؟ حتى ينبه على هذه الدقيقة، وهي أن الفقه متفرع من الأصول. وأن الجزء الأول مبني عليه والجزء الثاني مبني، فليس ذكر الفرع استطرادا. وقلنا لكم الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. لمناسبة شيل غير ده كده هتلاقيها في حاشة البجول في كتاب المياه. أول ما تقرأ كتاب المياه يقول لك والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. ولذلك ذكر الفرع هنا ليس في غير محله، بل هذا محله. وأما الفرع في الاصطلاح ما اندرج تحت أصل كلي، ما على وازن ما قبلها، يعني شيء محسوس أو شيء معقول، اندرج يعني دخل تحت أصل عام. نقولها تاني، الفرع في الاصطلاح من درج، اندرج يعني دخل تحت أصل عام، تحت أصل كلي يعني تحت أصل عام يشمل عدة أفراد، وهكذا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على تعريف الفقه في اللغة وفي الاصطلاح. والفقه، هو تكلم على الفقه باعتبار كونه هو الجزء الثاني من المركب الإضافي، انتهى من الكلام على الأصول لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك شرع يتكلم على الجزء الثاني من المركب الإضافي وهو المضاف إليه. إيش هو؟ وهو الفقه. قال والفقه الذي هو الجزء الثاني. الجزء الثاني من إيه يا مشايخ؟ من المركب الإضافي. له معنى لغوي، معنى منسوب إلى اللغة، واللغة عبارة عن ألفاظ موضوعة لمعاني يتفاهم بها الناس، وهو الفهم. تكلم على الفقه بمعنى اللغة، فقال الفقه لغة مطلق الفهم. مطلق الفهم يعني ايه يا مشايخ؟ يعني سواء كان للمعنى الدقيق او لغير المعنى الدقيق، وسواء كان فهما لمراد المتكلم من كلامه او لم يكن فهما لمراد المتكلم من كلامه. فالفقه على هذا المعنى مطلق الفهم،
إيش هو الفهم؟ الفهم إدراك معنى الكلام، سواء كان مراد للمتكلم أو لم يكن مرادا للمتكلم، وسواء كان للأشياء الدقيقة أو لم يكن للأشياء الدقيقة. وهذا هو الراجح عند أهل اللغة. وعليه تقول: فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، وفقهت أنني في الرواق الجاوي، مع أن فوقية السماء وأرضية تحتية الأرض من الأمور الظاهرة جدا البدهية التي لا تحتاج إلى تأمل وإلى نظر وإلى وإلى، ولكن معرفتها وإدراكها يسمى ذلك فقها. وبعضهم قال: الفقه فهم الأشياء الدقيقة، أي التي تحتاج إلى تأمل ونظر. ولذلك عند هذا القائل لا يصح هذا التركيب. إيش هو التركيب؟ أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. لماذا؟ لأن فوقية السماء وتحتية الأرض من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى تأمل، فلا يستعمل بإذائها الفقه. فهمنا مولانا؟ ماشي. صلاة على النبي. وبعضهم قال، وهو رأي ثالث: الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه. يعني أنت تتكلم ولك مقصود من كلامك، فإذا اقتنصه من سمعك كان ذلك فقها، وإن لم يقتنص مرادك لم يكن ذلك فقه. ففهم مراد المتكلم من كلامه، إيش يريد بهذا الكلام؟ ما الذي وراء كلامه؟ وهكذا. يبقى ثلاثة معاني أرجحها هو الأول كما نص على ذلك العلماء. وقيل: فهم ما دق، يعني فهم الأشياء الدقيقة، فلا يصح فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا. ليس هذا مناسبا لمعنى الفقه لأنها تحتاج لاستنباط. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده الجوهري هو اللي بيقول لك ان الفقه مطلق الفهم، وما فهمش الكلام بتاعك ده خالص، ما فهمش الكلام ده، وهم اهل اللغه. اما انا وانت مش اهل لغه. مين اللي قال لك ان كلمه فقه تحتاج الى مردود فيه معنى الدقه ومعنى التامل ومعنى ومعنى ومعنى؟ هو لعل هذا المصطلح سرى الى ذهنك من المعنى الاصطلاحي لا من المعنى اللغوي. أنا ما أعتقد الإمام القرافي نص كذلك التقيه. طيب هو خد الرأي الثاني. مدق. القرافي خد الرأي الثاني، ما خدش الرأي الأول، لكن الرأي الأول ده نص عليه الجوهري صاحب الصحاح ورجحه العلماء. ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا مما تقول، وهو كثير مما يقول لا شك أنه لم يكن يعني من الأشياء الدقيقة. طيب، على كل حال هذا أمر لغوي مرده إلى أهل اللغة، وأهل اللغة رجحوا الأول. قال النووي، النووي له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، اعتنى فيه بضبط اللغات، وله كتاب اسمه تحرير ألفاظ التنبيه، ده مطبوع وده مطبوع. قال النووي: يقال ثقها يفقه ثقها، بالفتح على هذا الضبط، ثقها يفقه ثقها فقهن فقهن، على وزن ثرحا يبقى فاقها، يفقه يفرح فقهن فرحا. شو ضبطوها بالايه؟ ضبطوها بالاشياء التي لا مجال فيها للاختلاط ولا للالتباس.
وقيل فقها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل فقها هيبقى ايه؟ فقها. يبقى فقها يفقه فقها، ده على ضبط اخر بسكون القاف، فق فق وقلقلها كده، لان القاف من حروف الايه؟ قطب جد. عارفين قطب جد ولا ما تعرفوش قطب جد؟ حروف القلقله. لا اله الا الله. وابن القطاعي، ابن القطاع دي معطوف على قال النووي، النووي يعني، وقال ابن القطاع امام من ائمه اللغه، وغيره يعني، وقال كذلك غيره. يقال فقه بالكسر اذا فهم، فقه الحمد لله فاهمين، يبقى ايه؟ فقه، فقهتم الدرس يعني فهمتم الدرس الحمد لله. يبقى فقه بالكسر يراد بها الفهم يا مولانا. وفقها اللهم امين اذا صار الفقه له سجيا، يعني كان عنده ملكه اللي هي ملكه الايه؟ ملكه فهم الاشياء. فقها يعني صار الفقه له طبيعه، صار كانه جزء من جيناته. ولذلك اللي يقول لك الفقهاء بيغلطوا ما يعرفش اصلا ماده الصناعه، وان الامر اذا كان صناعه وتحركت الصناعه فانها تصيب مطلوبها ومبتغاها. اذا صار الفقه له سجيه وفقها اذا سبق غيره الى الفهم. يبقى فقها يعني انا مثلا على سبيل المثال تكلمت وشرحت الدرس، بعضهم فهم وبعضهم لم يفهم، ثم شرحته مرة ثانية فهم الباقي. الذي فهم أولا ده إيه؟ فقه. والذي فهم ثانيا ما فقهش. لا، ما هو يبقى فهم بس صح كده، لكن الأول الذي سبق إلى الفهم يسمى يا مولانا فقه، وأما الثاني لا، مش لن يقال فيه أنه فقه، هيقال فيه يا مولانا فقها يعني فهما. الذي فهم ثانيا يقال فاقيها، والأول فاقاها. الفتح للسابق والكسر للاحق، تقولها كده، الفتح للسابق والكسر للاحق. ومعنى شرعي معطوف عليها مولانا على معنى لغوي، يعني له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى يعني ما يعنى وما يقصد من الكلام، هو ده المعنى. شرعي أي منسوب إلى الشرع، يعني المعنى ده استنبطه العلماء من الشريعة، قالوا قد يطلق الشرعي على ما تواطأ واتفق عليه علماء الشريعة، ويطلق في استعمال آخر على ما استنبط من الكتاب والسنة والأدلة المرعية. فالمعنى الشرعي إما أن يطلق بإزاء المستنبط من المصادر الشرعية، وإما أن يطلق على المعنى الذي تواطأ واتفق عليه علماء الشريعة. ولذلك من اللي قال لك ان تعريف الفقه مستنبط من الكتاب والسنه؟ في يعني دليل كده، الفقه هو العلم بالاحكام. وتمدها كده اثنين او اربعه او سته، ما فيش كلام ده، ليس هناك هذا. طيب، ومعنى شرعي وهو معرفه. المعرفة قد تتعدى إلى واحد وقد تتعدى إلى اثنين، فإن تعدت إلى واحد كانت بمعنى التصور، عرفت محمدا يعني تصورت ذاته،
وعرفت أن الله حق، يعني بمعنى علمت، فإن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى التصديق، إن تعدت إلى واحد تكون بمعنى التصور، وإن تعدت إلى اثنين تكون بمعنى التصديق. يعني إيش تصور وإيش تصديق؟ إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. عندنا مصطلحين معروفين في العلم، وندرس بعد ذلك التصديق والتصور والعلاقة بينهما، وكلام يعني إيه كلام طويل وكلام لطيف. هنا مش في جزء منطقي هنا؟ ما من كتاب أصول إلا وستجد فيه هذه المصطلحات المنطقية مستعملة بكثرة، ولذلك لزاما علينا أن ندرس طرفا يتعلق بعلم المنطق فيبصرنا بهذه المصطلحات. طب ولذلك ونحن نشرح الكتاب في المرة الأولى والثانية بنستفيض في الكلام على بعض هذه المصطلحات. التصور هو إدراك المفرد، والإدراك يعني إيه؟ يعني حصول صورة الشيء في النفس. يعني إيه؟ يعني تصوير ودخلت جوه نفسك فعقلتها، يبقى هو ده التصور. إدراك مفرد يعني حصول معنى المفرد في النفس الناطقة، ذلك يسمى تصورا. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة. وإدراك النسبة بين الطرفين مع التسليم والإذعان والقبول لهذه النسبة يسمى تصديقا. مثلا محمد قائم. طبعا أنا يعني لا أحب إن أنا أذكر أمثلة النحو، جاء زيد وراح زيد لا، خلينا مع محمد لأن هذا الاسم يعني يحبه الله ونحن نحبه. الله محمد قائم. فالتصور محمد، تصور ذات محمد، إدراك ذات محمد هذا التصور، وإدراك القيام وحصول صورته في النفس هذا كذلك التصور. وإدراك النسبة بين الطرفين يعني القيام المنسوب إلى محمد، إدراك النسبة دي كده هو بغير يعني إذعان ولا تسليم ولا قبول يسمى ذلك تصور. وأما إدراك هذه النسبة مع إذعان النفس لها ومع قبولها ذلك يسمى إيه؟ تصديق. فكل تصديق مسبوق بثلاث تصورات، بثلاثة تصورات: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة بغير إذعان وقبول لها. طب والجملة الأخيرة هي النسبة اللي هي ثبوت القيام لمحمد مع إذعاني لها وقبولي بحيث يقال عني بعدها يعني مطاع لهذه النسبة، هو ده التصديق. يبقى عندي حاجة اسمها تصور وعندي حاجة اسمها ايه؟ تصديق. طيب خلصنا كده. يبقى المعرفة ان تعلقت بالمفردات كانت بمعنى التصور، وان تعلقت ب يعني تعدت الى مفعولين كانت بمعنى التصديق. عرفت ان الله حق، يعني علمت ان الله سبحانه وتعالى حق. طيب ايش بقى معنى المعرفة؟ المعرفة والعلم قيل مترادفان، والمعرفة
إذا أضيفت إلى البشر هي والعلم استدعت سبق الجهل. عرف خالد وعرف يعني أشرف، نعم معرفة ولكنها سبقت بجهل. لماذا؟ لأنه قد وصف بها من سبق بعدم، والعدم لا شيء. لكن العلم إذا نسب إلى الله لا يستدعي سبق جهل، فالمعرفة إذا أضيفت إلى البشر استدعت سبق الجهل، كان قبلها جهل، وإذا نسب العلم إلى الله لم يستدع ذلك. والمعرفة إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. شو قلنا احنا كده في التعريف الأول والثاني في كل شروحاتنا؟ الإدراك إيش هو؟ ما قلنا بقى الإدراك، الإدراك هو عبارة عن حصول صورة الشيء في النفس. جازم يعني لا يدخله شك ولا ريب. مطابق يعني موافق للواقع للخارج، خارج الذهن، عن دليل، ولا بد أن يكون عن دليل. طيب ده لسه دي فيها مشكلة، ده فيها بعد كده مشكلة هيحلها. ايه ده؟ ادراك جازم، يبقى ده كده بمعنى العلم بقى، يبقى هو بتعريفه هذا يكون بمعنى العلم. ولذلك الامام البيضاوي عرف الفقه بقوله العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. يبقى العلم ابدل العلم، ابدل المعرفة بالعلم، وهنا آثر أن يعرف بالمعرفة. ما فيش مشكلة، لأن الاثنين إخوات، الاثنين يا مولانا إخوة. يعني إخوة يعني عند بعضهم مترادفان، عند بعضهم مترادفين. طيب ما فيش مانع، بس هيجي بعد كده إشكال. وبعضهم قال المعرفة هنا هي عبارة عن الملكة التي يقتدر من خلالها على استخراج الأحكام، اللي هي الهيئة الراسخة في النفس. ملكة يعني إيه؟ يعني هيئة راسخة في النفس تنبثق عنها الجزئيات، يستطيع إن هو يصل إلى هذه الجزئيات. عارفين زي إيه؟ أتعرفون الترزي الذي يقوم بتفصيل الأشياء؟ إحنا عندنا في مصر بنسميه ترزي، في اللغة بيسمى قصار، لأنه كان بيقصر الثوب وكذا. الترزي ده يستطيع مع التجارب المتكررة والممارسة حتى يعني صار ماهرا. اللي حصل عنده إيه من الممارسة؟ شوف الممارسة تحولت إلى ملكة، الممارسة أوصلته إلى أن صار هذه الصنعة سجية وطبيعة له، يستطيع وهو يعني نائم يمسك المقص ويفصل وهكذا، لأنها ملكة، هيئة راسخة في النفس انبثقت عنها هذه التصرفات الجزئية، إنه استطاع أن يفصل هذا وأن يفصل هذا وأن يفصل هذا وهكذا. هذه عبارة عن إيه؟ هيئة راسخة في النفس تنبثق عن هذه الجزئيات. فقالوا المعرفة هنا هي الملكة، ملكة الأحكام، يعني ملكة استخراج الأحكام. ولذلك من عرف المعرفة هنا بالملكات هرب من توجيه الاعتراضات، لأنه بعد ذلك سيعترض عندما قال بأنه إدراك جازم مطابق للواقع عن يقين، ويقول له كيف يكون إدراكا جازما مطابقا للواقع عن يقين ويبقى علم؟ والفقه من باب الظنون، لأنه مستفاد من الأدلة الظنية. ويبدأ بقى نبدأ إشكال جديد سنشرحه عند ما نصل إليه بضرب من
يعني التوضيح. قال الأحكام. قال هنا ده، هنا كمان عندك مشكلة. يا ترى قال هنا للجنس ولا قال هنا للاستغراق ولا قال هنا للعهد؟ أما العهد فلا، لأنه لم يتقدم لها معهود لا ذهني ولا ذكري، فألغينا العهد. وأما جعل قال هنا للجنس، يبقى يصدق على من علم ثلاثة مسائل أنه فقيه، وذلك ممنوع، لن يبقى إلا الاستغراق. لكن الاستغراق عندنا مشكلة فيه، لأنه هيكون المعنى معرفة وإدراك جميع الأحكام. من الذي يدرك جميع الأحكام؟ لقد سئل مالك وهو من كبار الفقهاء عن 48 مسألة، وقيل 36 مسألة. 48 ده نقل ابن عبد البر في التمهيد، أورده ابن قاسم العبادي في شرحه على الورقات. قال لا، هو اتسأل في 48 وعزى ذلك إلى كتابي التمهيد لابن عبد البر، أعتقد التمهيد. 48 لم يجب إلا عن بعض مسائل، وقال فيما بقي لا أعلم. يبقى لم يعلم جميع المسائل، لكنه لم يعلمها بالفعل، وإنما علمها بالقوة. إيش هي القوة؟ الملكة. زي ما واحد دلوقتي بتقول له أنا أريد منك أن تصور لي تصميم معين للشق، يقول لك التصميم بتاعك ده أنا معرفوش، بس سيبهولي وأنا أدرسه وأستطيع أن أصمم لك. عنده ملكة. طيب، يبقى المراد جميع الأحكام، ويحمل على أن الإدراك هنا لجميع الأحكام بمعنى أنه مهيأ وصالح لأن يحصل جميع المسائل بالمطالعة والمذاكرة وهكذا. اللهم صل على سيدنا النبي. والأحكام جمع حكم، وهو إسناد شيء أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. إسناد، الحكم هو إسناد. طيب، إحنا محتاجين نضرب بعض الأمثلة. أنا عندي مسند وعندي مسند إليه وعندي إسناد، ثلاثة أشياء في عملية بناء الجمل. لدي مسند ومسند إليه على غرار ما قسمه أهل المنطق من الموضوع والمحمول. عندي موضوع وعندي محمول، وأيضا يقولون محكوم ومحكوم عليه وحكم وهكذا. طيب، محمد قائم، أين المسند والمسند إليه؟ محمد مسند إليه، أهو ده مسند إليه، وهو عند غيرهم الموضوع أو المحكوم عليه، مسند إليه. وقائم ده إيه؟ ده المسند. طب والإسناد؟ إثبات القيام لمحمد، اللي هو إيه؟ اللي هو الإسناد، اللي هو الإثبات ده، إثبات القيام لمحمد هو الإسناد، وهذا الإسناد هو الحكم. يبقى إسناد القيام إلى محمد هذا هو الحكم. فالحكم قد يكون إسناد على سبيل الإثبات، وقد يكون إسناد على سبيل النفي. محمد ليس كسائر البشر، طبعا سائر البشر انت ناقص وتعرض عليك العوارض، انت ناقص وهو كامل، ولكن كمال بشري
فالحكم إسناد شيء إلى شيء أو نفيه عنه، فإثبات القيام إلى محمد حكم على سبيل الإثبات، ونفي يعني البشرية التي كسائر البشر ده حكم، محمد ليس كسائر البشر صلى الله عليه وآله وسلم، نور صلى الله عليه وآله وسلم. فالحكم إسناد أمر إلى أمر أو نفيه عنه. فهمنا؟ فهمنا الحمد لله واستوعبنا. ثم هذا الإسناد قد يكون منشأه الشرع فيكون حكما شرعيا، وقد يكون منشأه العقل فيكون حكما عقليا، وقد يكون منشأه الوضع فيكون حكما وضعيا. حكم عقلي ووضعي وشرعي. وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، يعني إثبات الوجوب إلى الصلاة، ده حكم ولا مش حكم؟ نفي الوجوب عن الوتر حكم ولا مش حكم؟ عشان بس يعني نقول للحنفية انه مش واجب. طيب هذا الحكم شرعي ام لغوي ام عقلي؟ شرعي، لان الذي استنبط منه ذلك وكان منشأ لهذا هو الشرع، ما عرفناه الا من الشرع. طيب الجو حار مثلا، بس مش حر النهارده، كان الجمعه اللي فاتت حر عندك، الجو حار مثلا او الجو بارد، الطقس بارد، ده حكم ايه؟ ده حكم حسي. لماذا؟ لانك يعني حصل عندك بالحس، حس اللي هو ايه؟ اللي هو اللمس. ايه اللي عرفك انه بارد؟ اللي عرفك انه بارد احساسك. وما الذي يعني أخبرك بأنه يعني حار؟ أيضا إحساسك، شربت الشاي فقلت الشاي حار جدا، يبقى ده حكم إيه؟ حسي. في أوله حسي. لماذا؟ لأنك أدركته بالذوق. النار محرقة في أول بداية هذا الحكم يكون عقليا، لأنك وضعت يدك على النار فأحرقتك، فاستفدت من ذلك أن النار محرقة، فيكون حكم إيه؟ حس وعقل. لكنك بعد ذلك استفدت واعتمدت على الحكم الأول فأخبرت عنها بأن النار محرقة، وبعد ذلك لم تضع يدك عليها وقلت لا بل النار محرقة، استندت إلى العادة لا إلى المس. فالحكم العادي يكون في بدايته حكما عقليا، ثم بعد ذلك يكون حكما عاديا مستندا إلى أن العادة تثبت بمرة واحدة. ولذلك أنا عملت كده واحترقت يدي، جاءت مثلا زوجتي بعد ذلك أو أولادي ولم يضعوا أيديهم على النار، لماذا؟ لأنها ثبتت عندهم بالتكرار والتجربة، خلاص خلصت. قال بعد ذلك إلى إيجابا أو سلبا، فخرج بها. الضمير عائد إيه يا مشايخ؟ الأحكام. استيقظوا بارك الله فيكم. فخرج بالأحكام أي بمعرفة الأحكام معرفة الذوات، هذه أول حاجة، كمعرفة ذات زيد. عرفت ذات زيد، هل هذا يكون حكما؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست نسبة وإنما هو مفرد. معنى إيه عرفت ذات زيد؟ ومن الزين عرفت محمدا أي تصورت ذاته،
والصفات التي فخرج بها معرفة الذات والصفات، يعني وكذلك خرج بها معرفة الصفات التي لا تربط بين الأفعال والذوات. هناك صفات تربط بين الأفعال والذوات، وهناك صفات لا تربط إلا بين الصفة وبين الذات. بلغة بسيطة، القيام بالصلاة على النبي، القيام عرض صفة، لكنه ربط بين، يعني القيام ربط بين الذات وبين الفعل. وعند البياض، البياض صفة، لكن هذا البياض لم يربط بين الذات وبين الأفعال. فقد تكون، قد يكون العرض يعني ما بين الفعل وبين الذات، وما ليس كذلك، فيخرج الأول وكذلك يخرج الثاني. والصفات التي لا تربط الأفعال بالذوات مثل البياض، والأفعال وكذلك الصفات التي تربط الأفعال بالذوات وكذلك. فخرج معرفة الأفعال، نقول ما خرج معرفة الأفعال مثل الجلوس والقيام كتصور الإنسان والبياض. وهنا بقى في نقطة لطيفة جدا، قال كتصور الإنسان، ده مثال للأول، والبياض مثال للثاني، وترك التمثيل على الثالث لوضوحه. ده فهمي والله أعلم. كتصور الإنسان، تصور الإنسان بأنه حيوان ناطق، وحصول صورة الإنسان في النفس، هل هذا يسمى حكما؟ لا. ليه؟ قال لأن ده تصور الذوات، تصور ذات الإنسان. والبياض، لا، ده تصور الصفة التي لا تربط بين الأفعال، لا تربط الأفعال بالذوات. يعني هناك صفة بتربط الفعل بالذات، وهناك صفة لا تربط الفعل بالذات. كالبياض صفة لا تربط الفعل بالذات. طب القيام، الحركة، الضرب، صفات لكنها تربط الفعل بالذات. يعني إيه تربط الفعل بالذات؟ بتقول بأن هذه الذات مصدر لهذا الفعل، ومنه يعني ومن الذات نشأ الفعل، نشأ الضرب ونشأ القيام. والثالث مثل مطلق القيام هكذا، اللي هو إيه؟ والأفعال. وخرج أيضا معرفة الأفعال كتصور القيام، والأحكام الشرعية، يعني الأحكام المنسوبة إلى الشرع، ونسبة الأحكام إلى الشرع باعتبارها مأخوذة من الشرع، وباعتبار أن الشرع مصدرها، أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وسلموا التسليم. فخرج بها، وهنا بقول لك من الشرع المبعوث به، يبقى المبعوث ده ايه؟ اسم مفعول، وقع على مين؟ على الشرع، يعني الشرع الذي وقعت عليه البعثة، بعثت مين؟ بعثت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا النبي الألف واللام للعهد الايه؟ للعهد الذهني، لأن النبي الذي بعث بهذه الشريعة كلنا نعرفه صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج بها معرفة الأحكام العقلية، الحكم العقلي هو الذي، أو هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه
من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. ده الحكم العقلي، العقلية منسوبة إلى العقل، يعني الأحكام التي منشأها العقل. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار لإخراج الأحكام العادية، أو وضع واضع لإخراج الأحكام الوضعية. فمعرفتك أن الواحد نصف الاثنين وإدراك ذلك وتصديقك به، إيش هذا؟ ده حكم عقل. لماذا؟ لأنه إثبات أمر لأمر، إثبات نصفية الواحد للاثنين، وليس هذا الحكم موقوفا على التكرار، وليس موقوفا على وضع واضع، ولا على اصطلاح مصطلح، وإنما يعرفه الناس جميعهم، وليس مستنبطا ما وضع وضع داخل إيه، سواء وضع الشرع أو غير وضع الشرع. اللي بالك حتى دقيقة. قال: فخرج بها الأحكام العقلية. عرفنا إيه هو الحكم العقلي؟ نقوله تاني: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. قال: والحسية اللي هي الأحكام العادية بقى يقصد بها يعني، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار. هي الأحكام العادية، هو واحد. هتلاقي كده عندك في الخريدة مثلا: النار محرقة. خلاص ده بقت مستنبطة ومستفادة من التكرار، لكن في أول مسها قبل أن تعرف ماهيتها، ذلك من قبيل العقل. لكنك بعد معرفة خاصيتها وأنه عند وضع اليد عليها تم إحراق اليد بها، ده خلاص ده بقى مستنبط ومستفاد من التكرار، يبقى ده اسمه ايه؟ حكم عادي منسوب الى العادة، او حكم حس. كيف يكون شكل الحس بدايته ويكون بالعقل؟ بدايته لانك انت ادركتها بايه؟ ادرك الحس. ما هو الحس، ما هو برضك يقولون عنه بانه عقل. الحس هو عندهم العقل داخل فيه. طيب، لانك انت في اول مرة ما استفدتها من التكرار، إنما استفدتها من اللمس، حطيت إيدي عليها أحرقتني، فاستفدت من هذا الإحراق أن هذه النار محرقة. يبقى ده حكم إيه؟ عقل، الذي حكم به وجزم به والعقل بواسطة الحس. لابد أن يكون الحس هو السابق، هو الأول. من غير الحس لن يحكم العقل. طيب خلاص كده شيوخ الإسلام. وأن النار محرقة، أو حسي أو، يعني أن الإحراق مقترن بوجود النار، لا أن النار هي التي أثرت في الإحراق بنفسها، عشان تبقى أشعري. لأن من يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة كابن تيمية فذاك بدعي فلا تلتفتي. بيقول لي، بيقول أن الله وضع في الأشياء قوة يحصل من خلالها التأثير في الأشياء. فقلنا: لا، إنما الإحراق حصل عندها لا بها، والشبع حصل عند الأكل لا به، والشفاء حصل عند أخذ الدواء لا به. واخد بال حضرتك؟
عشان تبقى يعني ايه، لو ما قلتش كده الاحبش يكفروك وهم اسوأ من الوهابية. وان الفاعل مرفوع، ده حكم ايه؟ ده حكم وضعي اتفقت عليه يعني الجماعة العلمية التي وضعت احكام النحو التي طريقها لصفة الايه؟ صفة للاحكام، يعني الاحكام الموصوفة بان طريقها الاجتهاد، طريقها يعني الموصل اليها، احكام دي لها طريق اذا سلكناه وصلنا اليها. طب والطريق ده ايه؟ الطريق هو الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. يبقى كأن الأحكام في الآخر وانت في البداية هو، والطريق إليها الموصل إليها هو الاجتهاد. قال التي طريقها، يعني إيه طريقة؟ يعني طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد. وإيش هو الاجتهاد؟ قالوا الاجتهاد هو بذل المجهود في بلوغ الغرض المقصود. وسيأتي تعريف الاجتهاد مفصلا في باب الاجتهاد. هو بذل، بذل يعني ايه؟ يعني ان الانسان يعطي ما عنده، ان المجتهد يعطي ما عنده، يبذل بمعنى انه ينظر في الأدلة ويطبق عليها الأدوات ويتحراها ويجمعها، كل ذلك من قبيل البذل. بذل المجهود يعني كل ما في جهده، اقصى ما عنده بحيث يعجز بعد ذلك عن المزيد. طب ايش بقى صور الفقه؟ قال كمعرفة ان النية في الوضوء واجبة، معرفة ان النية في الوضوء واجبة، او تقول معرفة وجوب النية في الوضوء، اللي هو ايه؟ اللي هو اثبات وجوب النية في الوضوء هو الفقه. النية ايش هي النية يا مشايخ؟ النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. ان تقدم القصد على الفعل سمي عزما، وان قارن القصد الفعل سمي نية. فالنية قصد الشيء حال كون هذا الشيء مقترنا بالفعل. لازم اتنين مع بعض كده. يبقى حقيقة الحكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود ايه؟ ومقصود حسن، دي اسمها احكام النية السبعة. وان النية من الليل شرط في صوم رمضان، يبقى ثبوت شرطية النية لصوم رمضان في الليل. طيب يبقى ده فقه ولا مش فقه؟ فقه. نبه بالأول على الأحكام التكليفية وبالثاني على الأحكام الوضعية، فالفقه يعم هذا وذاك. فالفقه إما حلال وحرام وواجب ومندوب ومباح، وإما شرط وسبب ومسبب وصحة وفساد ومانع. ده طلعت بيت شعر ولا إيه؟ وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. عندنا معاشرة الشافعية إذا ملك مالا ويعني مال زكوي وبلغ نصابا ومر عليه حول، وجب أن يخرج من ماله بإخراج الولي قدر الزكاة. يبقى ثبوت وجوب الزكاة في مال الصبي هو الفقه، غير واجبة. انظر إلى الدقة، لأنه أحيانا يأتي بالإيجاب وأحيانا يأتي بالسلب، أحيانا بالإثبات والأخرى بالنفي. غير واجبة في الحلي المباح، الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة عندنا معاشر الشافعية، كأن لبست المرأة سوار يعني يلبسه أمثالها بغير صرف، فلا تجب حينئذ الزكاة في هذا. أما إن أسرفت في لبسه ولبست لبسا عاليا فوق أمثالها
وأغلى بكثير فإنه حينئذ تزكيه لأنه محرم. أو لبسه الرجل، ممكن عندنا بشوف بعض الناس لابس سلسلة كده وسلسلة غالية طبعا ده مذكور عندنا في كتبنا، مذكورة في كتاب الزكاة، خبال سعادتك ما هو بيذكروه في مكانين، إما في كتاب صلاة الخوف وإما في كتاب الزكاة، خبال جنبك أحيانا يذكر هنا وأحيانا يذكر هنا، وبعضه يذكر هنا وبعضه يذكر هنا. فيذكرون مثلا تحريم عندنا معاشر الشافعية، تحريم لبس الذهب على الرجل في كتاب صلاة الخوف، ويتكلمون على لبس الصرف والزائد والآخره في الزكاة. عندنا براعة بس ما تخش مذهبنا إن شاء الله. وأن القتل بمثقل كصخرة يوجب القصاص، يعني يتسبب في وجوب القصاص. صخرة يعني أخذ صخرة ودق رأسه بها حتى مات، يبقى قتله بمثقل لا بمحدد. فالمراد بمعرفة الأحكام التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين، دي شرحناها ده وإحنا بنقول، يعني خلي بالك انتبه، يعني خلي بالك يعني يا مشايخ يعني انتبه، احفظوا بقى هذه المصطلحات، خلي بالك يعني انتبه. فين يا مولانا السلم؟ مش كده. فالمراد بمعرفة الأحكام التصديق، عرفنا يعني ايه التصديق، بمعرفة تعلقها بأفعال المكلفين، التسليم والإذعان والقبول لهذه الكيفية. شكرا يا مولانا. يعني عندي مثلا المساقات جائزة، نقول المثال بتاع سيدنا الشيخ زهير، المساقات جائزة. أتعرفون ما هي المساقة؟ حدش عارف المساقة؟ مش ان انت تشرب البيبسي، مش دي المساقة. عندي قطعة أرض، واخد بال حضرتك، ويجي واحد واخد بال حضرتك يشتغل عليها ويبقى البذر، واخد بالك من عندي، وهو يشتغل ويبقى بيننا مناصفة، بس كان دي مساقة. المساقات جائزة، ده حكم فقه. طيب فين بقى جهة الحكم الفقهي هنا؟ ثبوت الجواز للمساقاة، هذه هي الكيفية. التصديق بهذه الكيفية والإذعان لها والقبول والانصياع هو الفقه. يعني بقول لك اهو، فالمراد بمعرفة الأحكام، ما المراد بمعرفة الأحكام؟ هو التصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين. إيه هي الكيفية؟ اللي هي ثبوت الجواز للمساقاة. الصلاة واجبة، أين هنا معرفة الأحكام؟ أي عندك الصلاة واجبة، ثبوت الوجوب للصلاة. فمعرفة الأحكام هنا أن يذعن القلب لهذه الكيفية اللي هي ثبوت الوجوب للصلاة. الوتر مندوب، فين الكيفية؟ ثبوت الندب للوتر. فإذا تعلق التصديق والإذعان والقبول بهذه الكيفية كان ذلك هو معرفة الأحكام. يبقى معرفة الأحكام ما هي؟ هي ثبوت هذه الكيفية والتصديق بها. يبقى التصديق بهذه الكيفية، ولذلك هو بيقول لك بمعرفة الأحكام التصديق بكيفيتي، يعني بصفتي تعلق الأحكام بأفعال المكلفين لا تصورها،
يعني وليس المراد من معرفة الأحكام تصور الأحكام، تصور الوجوب، تصور الند، تصور الصحة، تصور الفساد، ليس هذا، لأن هذا من قبيل التصورات وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لأنه من مبادئ أصول الفقه. نعم، من مبادئ أصول الفقه التصورية التي يتكلمون فيها على حدود الأشياء، ولا التصديق بثبوتها في نفسها، وليس المراد التصديق بثبوت الوجوب في نفسه للصلاة، لكن مش مراد بكده، ده المراد بالتصديق بكيفية تعلق هذه الأحكام بأفعال المكلفين، وليس المراد التصور، تصور الأحكام، وليس المراد التصديق بثبوت الأحكام في نفسها، التصديق بثبوت الوجوب في نفسه ليس المراد به ذلك، بل المراد التصديق بصفة تعلق الأحكام بأفعال المكلفين، ولا التصديق بتعلقها، وليس المراد أيضا أن يصدق بأن هذه الأفعال متعلقة، أن هذه الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين، لأنها من علم الكلام، هل هذه الأحكام من الوجوب تتعلق أو لا تتعلق؟ ده يذكر ذلك في علم الكلام، لأن العلم الذي يدرس فيه ما يجوز لله وما يستحيل وما يجب، هل تعلق كلام الله بأفعال المكلفين ده واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ دي مسألة بتدرس في علم الكلام. وخرج معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها القطع، لأن طريقها الاجتهاد، يعني طريقها الظن، لأن الاجتهاد هو إيه؟ تحصيل ظن بحكم شرعي، يعني أنا أريد أن أحصل حكما شرعيا مضمونا، هو ده الاجتهاد، تحصيل ظن بحكم، يعني أنا بحصل الظن بهذا الحكم، ده تعريف جمع الجوامع. قال: كمعرفة أن الله واحد، فمعرفة أن الله واحد ده طريق القاطع، والأدلة القطعية التي قامت على ذلك، وليس ذلك من قبيل الفقه في شيء. وأن الصلوات الخمسة واجبة، وجوب الصلوات الخمس ثبت بالدليل القطعي، ولذلك فليس ذلك من قبيل الفقه، وإن ذكر في كتب الفقه فإنما ذكر على سبيل الاستطراد. وأن الزنا محرم، فقد ثبت ذلك بالدليل القطعي وإجماع الأمة، وعلم الله وجبريل وكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بغير اجتهاد، علم الله ده قطعي، وعلم سيدنا جبريل ده قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه بالضرورة، لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فهو علم يقيني، علم قطعي، وكذا علم النبي الذي حصل له صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي لا بطريق الاجتهاد عند القائلين بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وعبر الأئمة عن الفقه هنا بالعلم وبالمعرفة، وهذا آخر المحاضرة اليوم.